بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر من الجميع على عدم إكمال الردود البارحة لتوافد الضيوف عندي بالبيت. كذلك حبيت أبشركم أني فتحت جروب على فيسبوك لقناة جمالك طبيعي تحت طلب العديد من مشتركات قناتي. الوصفة ستجد عفوا الرابط الجروب ستجدونه في صندوق الوصف. وصفة اليوم هي عبارة عن وصفة رائعة جدا صالحة للجميع لتنحيف البطن والأرداف. هذه الوصفة تعتمد على الشعير. الكثير من المشتركات طلبوا مني هذه الوصفة وطريقة استخدامها. الشعير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات مثل الفيتامين بي المركب، الزنك، النحاس، الكالسيوم، الحديد، مغنيسيوم والمنغنيز. كما يحتوي على مضادات أكسدة، ألياف غذائية. له عدة استخدامات: يمنع الإصابة من هشاشة العظام، يعزز صحة القلب، التحكم بمستوى السكر في الدم، ينظف الكلى. كذلك هو ممتاز لتنظيف البشرة وترطيبها من داخل، يقلل مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك يعالج التهابات المسالك البولية. كذلك الشعير يحتوي على نسبة جيدة من مادة الميلاتونين الطبيعي. يحتوي الشعير على عناصر غذائية تساعد أو تخفف من أعراض الاكتئاب. وصفة الشعير: نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الشعير. هذا هو الشعير، الكل يعرف الشعير. وقد طلبتم مني طريقة عمل التلبينة من الشعير. إن شاء الله في الأيام القادمة سأريكم طريقة عمل التلبينة النبوية وهي من الشعير. ونأخذ لتر من الماء، لتر من الماء، ونضع عليه ملعقة طعام واحدة من الشعير، تكون منظفة ومغسولة جيدا. نتركها تغلي في الماء حتى تنفتح حبوبه، حبوب الشعير تنفتح بهذا الشكل، يعني نتأكد أن الشعير أخذ كفايته في الغليان. وبعدها نقوم بتصفية هذا الماء ونحتفظ بماء الشعير، ونقوم بشرب يوميا حوالي كأس ونصف إلى كأسين قبل كل وجبة رئيسية بربع ساعة. قبل كل وجبة رئيسية بربع ساعة. هذا الماء مفيد للحوامل، ليس لتنحيف البطن، وإنما يساعد في المشاكل التي تواجهها المرأة الحامل في التهابات المسالك البولية. كذلك مفيد للأطفال الصغار. الماء الشعير مفيد لمرضى السكري، ممكن لمرضى السكري شرب هذا الماء، حيث أن الشعير يحتوي على مواد طبيعية يمكنها المساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أكثر ما يحتاج إليه مرضى السكري شفاهم الله جميعا. كذلك هو مفيد لمرضى الضغط. لماء الشعير خصائص مدرة للبول، مما يجعله مفيد في خفض ضغط الدم المرتفع. كذلك مفيد للمرضعات، مفيد كذلك، هو كذلك صالح، قلت للأطفال الصغار للمشاكل التي تصيبهم مثلا السعال، أو كذلك حتى أنه مفيد جدا لحالات الإسهال عند الطفل. كأن نأخذ فنجان من ماء الشعير، نقوم بتحليته بالقليل من السكر، ويعطى للطفل، مفيد جدا لحالات الإسهال. استمروا على هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المرضية. قلت نقوم بشرب كأس إلى كأس ونصف قبل كل وجبة بربع ساعة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ورابط جروب جمالك طبيعي في صندوق الوصف.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.